السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نقدم لكم كيك بالتفاح وبالفواكه المعسله، كيجي رائع جدا. غادي نحتاجوا في المقادير 4 ديال البيضات اللي كيكونوا على درجه حراره المطبخ، 4 ديال البيضات متوسطين، علبه من الياغورت بالنكهه ديال الفاني او الحامض فيها 110 غرام، نفس العلبه غادي نعبروا بها الدقيق، السكر والزيت. عندنا جوج كؤوس ونص ديال الدقيق، كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الزبدة، يعني كاس خليط ما بين زيت وزبدة، جوج ديال الخمارات كل كيس فيه 8 غرام، كيس ديال الفاني 7.5 غرام، معلقة صغيرة من روح الكراميل اللي كيبقى اختياري، ممكن تعوضوه بأي نكهة أخرى، علبة من الفواكه المعسلة اللي فيها الحمر والخضر اللي فيها الألوان، وثلاثة ديال التفاحات اللي كيكونوا مغسولين مزيان، وما ننساوش كبيسة ديال الملح في أي كيك. نبداو على بركة الله، في واحد الإناء غادي نديرو 4 ديال البيضات كاملين، غادي نضيف عليهم السكر، هنا كنستعملو السكر كلاصي أو السكر سنيدة، كيس ديال الفاني، غادي نضيف على الكل واحد شوية ديال الملحة، وغادي نطربوا الكل مزيان بالطراب الكهربائي على صورة اللي كتكون مرتفعة حتى كيضاف الحجم ديال الخليط. هنا بعد ما كيضاف الحجم ديال الخليط وكيصبح ابيض بهذا اللون هذا، كنضيفوا عليه ديك العلبة ديال الياغورت اللي حتى هي كتكون على درجة حرارة المطبخ، كنبقاو نضيفوها في الجناب بهذه الطريقة، وحنا كنطربوا بنفس الطريقة غادي نضيف كاس خليط ما بين زيت وزبدة، نص زيت ونص زبدة المذابة، العبار دائما بالكاس ديال الياغورت اللي فيه 110 غرام او اي كاس كيكون متوسط. دابا غادي نحيدو الطراب الكهربائي وغادي نديرو فقط الطراب اليدوي باش نضيفو الدقيق. الان غادي نضيف معلقة صغيرة من النكهة ديال الكراميل، معلقة صغيرة عامرة، وغادي نبداو نطربو بالطراب اليدوي. غادي نبداو نضيفو الدقيق، جوج كيسان ونص ديال الدقيق، ولا حسينا بالخليط باقي سائل شوية كنضيفو واحد نص كاس اخر ديال الدقيق. الخليط ديال الكيك مخصوش يكون سائل، خصو يكون ملي كنهزوه الفوق كيهبط لينا خيط واحد. غادي نبقى نضيف الدقيق بهذا الشكل وانا كنغربلو، كنبقى نخلط من الفوق لتحت حتى كنكمل كمية ديال الدقيق كلها اللي عندي. الان كنحصل على الخليط ديال الكيك كيكون بهذا الشكل، كيهبط بهذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه الفواكه المعسله، قبل ما نضيفها غادي ندوزها في الدقيق، غادي ندير عليها شويه ديال الدقيق وغندوزها فيه مزيان باش ما يهبطوش ليا في الكيك، باش كيكونوا مفرقين في الكيكه. بعد غادي نغربلهم وغادي نضيفهم في الكيك. الان غادي نضيف جوج ديال الخمارات، قبل ما نضيفهم غادي ندوزهم في الغربال، غادي نغربلهم بهذا الشكل. الان كنجيبو التفاح اللي عندنا كنقشرو، كنحيدو له القشرة وكنقسموه على زوج، كنحيدو له ديك الزريعة اللي كتكون الوسط. دابا كنجيبو قالب دائري كندهنو مزيان بالزبدة، كنرشو بالدقيق وغادي نصبو فيه الكيكة ديالنا، كندوزوها بهذا الشكل هذا، كنصبها في جميع الجوانب. من بعد كنجيبو التفاح ديالنا وكنقسموه على زوج وكنقطعو على شكل شرائح وكنخليوها مجموعه وكنحطوها في الكيك بهذا الشكل هذا، كنقسمو كل تفاحه على جوج، كل نص كنقطعو على شكل شرائح ولكن كنخليوهم مجموعين
وكنحطوهم بهذا الشكل هذا في الكيكه، كيعطي واحد المنظر زوين بزاف وكيجيو لذات في الكيك. غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل. دابا كنرش على داك التفاح شويه ديال السكر سنيده وندخلوا الكيكه ديالنا الفران. الطياب ديالها عادي، فرن اللي كيكون بارد كنشعلو غير من تحت على نار مهيله بزاف حتى كطيب وتنفخ وكنخرجوها. بعد ما كطيب الكيكه ديالنا كتجي على هذا الشكل. كندهنها بالمربى، واحد نص كاس ديال المربى ديال المشمش اللي كيكون سائل، وكنرش عليها رقائق اللوز وكنقدموها بالصحه والراحه. هذا هو القوام ديالها بعد ما قطعتها، كيجيو هذوك الفواكه فيها مفرقين وكتجي رائعه، كتجي هشيشه وبنينه بزاف. هنايا ممكن تستغناو على الروح الكراميلي اللي ما كانش كيعجبكم، ديروا اي نكهه كتفضلوا، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها بصحه وراحه. ما تنساوش الاشتراك في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش، وديروا جيم الفيديو اللي عجبكم وشاركوه مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تشوفوا الفائده. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.